بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيبات، السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وصحة وعافية يا رب. هذا جزء من تحضيراتنا لعيد الأضحى إن شاء الله. التحضيرات يعني غير نوروا بحالاش غادي نديروا نهار العيد، ماشي قبل العيد. الله يلحقنا احنا وانتم ليه سالمين غانمين يا رب، صحة وسلامة يا رب وغفران الذنوب. حبيبتي، اول حاجه ملي كنذبحوا الاضحيه ديالنا كنقلبوا ديك الكبيده، واش مزيانه ديك الكبد، واش مزيانه داك القلب وديك الريه. الا كانوا نقيين ما فيهم حتى شي حاجه نستعملهم، كانوا فيهم شي حاجه كنرموهم طبعا، ما كنستعملهمش وما كنعطوهمش للحيوانات، كيحفروا لهم في الارض وكيردموهم، او الناس اللي في المدن الكبيره كيدوهم لهذاك المرمى النفايات وكيرموهم فيه. حبيباتي، نشدو داك القلب، نفتحوه، نحيدو منو داك الدم، ننقوه مزيان، نغسلوه من داك الدم مزيان، نحيدو ديك الشحمه كما وريتكم في الفيديو السابق وغنوريكم دابا هنايا. كنشروها تنشف، كنشدو ديك الريه وداك القلب وديك الكبده، كنفرقوهم على بعضياتهم، يعني نحيدو الكبده بوحدها، كنحيدو لهداك الجرجف اللي كيكون معاها، كنحيدو الطيحان، كنحيدو القلب، وكنحيدو الريه الكبده، كنعزلو كل حاجه وحده. كنديروا الفخر ديالنا كيشعل، داك الفخر ديالنا طبعا يكون من الفخر الزينه، راه غنوريكم فيديو خاص على الفخر كيفاش نشعلوه بعده الطرق، وكيفاش نختاروا الفخر الزين والمجمر المزيان. المهم حبيباتي، كنشدو ملي نديروا الشوايه ديالنا على الفخر تسخن، نوصلوا الشوايه ديالنا نمسحوها ونديروها على النار ونخلوها. كنشدو ديك الكبده، كنشدو انا هنا شديت ديك الخشبه ديالي اللي كنقطع عليها اللحم ديالي، مسحتها كرط طبعا. هذيك الخشبه كنوصلوها بالماء، ما كنوصلوهاش بالصابون، كنوصلوها بالماء والسلك، وكنحطوها تنشف وكنجمعوها حتى نبغوا نستعملوها. كنشد الموس، كنكرط داكشي اللي كيكون ناشف يابس عليها ديال الشحم من المرات السابقه، وكنشد كندهنها بشحمه جديده باش ما تلصق لي شي حاجه منها في داك اللحم، باش كنشد واحد الطريف ديال الشحمه ونحك عليها مزيان. كنشد الكبده، قلت كما قلت كنعزل الجرجف، كنعزل كل حاجه بوحدها، وكنقطع ديك الكبده. حنا عندنا في الجنوب ما كنسلقوش الكبده، حنا نشوي الكبده، نصفروها، كنقولوا لها كنصفروها، يعني نصفروها كنحطوها على النار حتى يلاه تشد فراسها شويه، عاد كنشدوها كنخدموا بها هي ولا الريه. حنا كنستعملوا حتى الريه في القطبان، كنديروا الريه في القطبان وكنديروا القلب. المهم حبيباتي، كنشدوا ديك الكبده كنقطعوها طروفه صغار، ماشي صغار بزاف، هانتوما كتشوفوه على هذا الحجم هذا. كنديرها في الشوايه ديالي، كنديرها على النار، كنخليها تصفر، ما تشعل ما تطيبش، غير تصفر، يعني غير تشد فراسها وصافي. هذا هي الطريقه. حنا معنا في الجنوب ما كاين حتى واحد كيسلق الكبده، نفس الشيء حنا كنديروه للريه وكنديروه للقلب، حتى هو كنصفروه واحد شويه، كنطيبو كل حاجه، كنصفروا كل حاجه بوحدها على النار، على داك الجمر، وخاص داك الجمر ما تكونش فيه شعاله مقرقره، يعني باش ما يتحرق لينا داكشي، غير يتصفر شويه. طبعا فاش نديرو الكبده راه ما غاديش يكون الدخان بزاف ولا الريه، ولكن فاش نديرو القلب لان كتكون فيه شويه الشحمه لاصقه فيه غادي يجي يعطينا الدخان، خاص نكون نشوف شي بلاصه عم هويه احسن. اللي بغى يدير على الشوايه ديال الضو او ما عندوش الاسباس، يعني ما عندوش المساحه وما عندوش بلاصه مفتوحه فين يخرج داك الدخان، يدير على في الشوايه ديال الضو او في الفران. نفس الطريقه كنشدو كنديروها في الفران، كنقطعوا ديك الكبده شرايح رقيقه هي والريه والقلب، وكندهنوهم بشويه ديال الزيت، نديرو شويه ديال التوابل الا بغينا، ما بغيناش ما ندير لهم والو، كنخليهم هكاك، وكنغطوهم بهذيك الشحمه وكندخلوهم في شي طاول الفران، كنشعلوا عليهم الفران من الفوق ومن التحت، وكنخلوهم ديك الشحمه كتسخن من الفوق، كتطلق ديك الدسم ديالها على ديك الكبده وكتجي زوينه وكطيب. هذه هي طريقتنا في طياب الكبده حنا في الجنوب. كاينه طريقه اخرى كيديروها في المرجان، انا صراحه ما كنعرف ليهاش، هذيك الطريقه كيديروها اكثر هي في الداخل بوجدور والسماره، انا ما كنعرف لهذيك الطريقه. حبيباتي، هذه هي الكبده فاش تصفرت، كتشدوها تشوفوها غير شاده في راسها، نفس الشيء يعني درت الريه على المجمر حتى يتصفر، ومن بعد كندير القلب هو اخر شي حاجه. كنقطعهم مربعات صغيره على قياس اللي بغيت، وكنديرهم في البروش. وهاد الكبده هادي حنا عندنا كتقدم مع اتاي سخون، ما كنقدموهاش مع المشروبات البارده، كنقدموها مع اتاي سخون. نشدو ديك الشحمه ديالنا، كان انا الشحمه هنا جاتني رقيقه بزاف، ما جاتش يعني ماشي سمين، ولكن ماشي ديك الشحمه، يعني الشحمه ديالو رقيقه، وما كانش عندي للاسف الشحمه في الكونجيلاتور، كنت دائما كنكون مخبع شي شحمه، هاد الخطره ما عنديش. وشديت كنشد هاد الشحمه هادي، كنلفها ندورها، يعني كما كتشوفوا كنحربلها وكنقطعها،
طروفه صغار. هذوك الطروفه كنشد الكبده عاوتاني، كنقطع الكبده طروفه صغار على الحجم اللي بغيت، كنقطع الريه، كنقطع القلب، كل شيء الاشياء اللي صفرت كنقطعهم مربعات صغيره وكنحطهم. فاش كنقطعهم هنا التوابل كل واحد والذوق ديالو، كاين اللي يدير الكمون والملح والبزار، كاين اللي كيدير غير الملحه، كاين اللي درت كلمه كيدير والو الكبده. حنا عندنا في الجنوب اكثر ناس ما كدير والو. انا هنا استعملت واحد شويه ديال الزيت وواحد شويه ديال الملح والكمون والبزار، غنحطهم من بعد اختياري. كان دردرت عليهم داك شويه ديال الملحه، خلطته في الزيت ودوزت فيهم واحد شويه، يعني واحد شويه ديك الريه باش ما تجيش باسله. اما الكبده خليتها هكاك هي هي والقلب، الريه اللي دوزتها فيها وديك الشحيمات. كنشد ديك الكبده كنلفها في داك الشحمه مزيان، كنقولوا نديروها في فدان، درتها في الشحمه مزيان وكنحطها حتى نكملها وما نخلطهمش مع بعضياتهم. كندير للريه نفس الطريقه والقلب كنخليه هكاك ما كندير له والو. انا هنا بقات ليا شويه ديال الكبده ديال الريه ما لقيت لهاش فاش نلفها، خليتها ما بقاتش عندي الشحمه. كنشدو القطبان ديالنا كندخل نديرو واحد كبده وواحد ريه وواحد كبده وواحد ريه على القياس اللي بغينا، حتى لاخر حاجه كندير واحد القطعه من 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 القلب. هذه هي الطريقه عندنا في الجنوب. صافي القلب كيكون الفوق قطعه قطعه المسمار او القطيب او البروشيت. صافي كنحطو القطبان ديالنا. هنا القطبان ديالنا صاروا واجدين، يعني خاصنا بقى لينا غير نديروهم على النار باش تذوب ديك الشحمه شويه، لانه الكبده كتبغي الشحمه. الكبده في العالم كامل كيبدلو لها الشحمه، يعني ضروري حتى في العالم الغربي ضروري الشحمه مع الكبده، يعني الفواكغا راك عارفينها، يعني حتى حنا هذيك هي الفواكغا ديالنا. المهم كنشدو هاد الكبده هذه وهاد القطبان هادو، كندير الفاخر. خاصني نحط واحد الماء بارد حدايا باش الا شعلت ملي ندير القطبان مع فيهم الشحمه كتشعل العافيه، خاصني نرش شويه بالماء البارد باش ما نرش، ماشي رش القطبان، رش داك الفاخر، نحيد الشويه ديالي ونرش الفاخر باش ما تشعل النار في القطبان ويتحرقوا لي ويجوني كحل. حبيباتي نتمنى هاد الطريقه ديالنا ديال الجنوب تعجبكم. ان شاء الله في الاجزاء الجايه نوريكم اشياء اخرى عن بحالاش نشعلوا الفاخر، بحالاش نصاوبوا نطيبوا اللحم، بحالاش غنطيب هذاك اللحم على شحال من، يعني شحال من صنف، وشنو الاكلات كلشي اللي غادي نحضر لعائلتي ان شاء الله. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وهني بكم وراني نحبكم كاملين.